بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 29، كتاب فضائل المدينة. وفيه 13 بابا. وإذا أطلقت المدينة يبقى يقصد بها إيه؟ يقصد بها مدينة النبي اللي هي طابة وطيبة، لها أسماء كثيرة. وإذا أطلقت القرية يقصد بها مكة. فهمت إزاي؟ أو البلدة، يبقى البلدة أو القرية تبقى مكة، المدينة تبقى مدينة النبي. يسموها الألف واللام للعهد. باب حرم المدينة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 900 بعد 1000، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا. من يعني من كذا إلى كذا، الروايات بينت من عير أو إيه يسموه عائر، جبل اسمه عير في المدينة، أو جبل اسمه عائر، له اسمان عير أو عائر، والتاني إيه ثور. في جبل اسمه ثور في المدينة، وفي جبل اسمه ثور في مكة. ثور اللي في المدينة ده تلاقيه خلف أحد، جبل خلف أحد كده اسمه ثور. يبقى ما بين ثور وبين عائر، ثور ده خلف أحد على طول. المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من ولا يحدث فيها حدث، يعني إيه؟ يعني أمر مخالف لما أمر به الله ورسوله. الحدث هو كل ما خالف الشرع الشريف. ولا يحدث فيها حدث، يعني بدعة أو شيء من هذا. من أحدث حدثا، يعني من فعل فعلا قبيحا في المدينة وانتشر وزاع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى كل من استباح المدينة عليه لعنة الله والملائكة. زي يزيد بن معاوية بعت جيش واستحل المدينة، يبقى كل من استحل المدينة بالجيوش دخل في هذه اللعنة. يبقى كثير من الأمويين ملعونينهم بنص القرآن ونص أحاديث النبي. من بني أمية الذين استحلوا المدينة واستحلوا دماء آل البيت بعد ذلك، حتى لما تركوا المدينة آل البيت وتركوا مكة فضلوا يطردوهم في كل مكان عشان يقتلوه. يبقى وعمل كده مين؟ الوهابية في أول ما نشأتهم. لما تيجي تقرأ كتاب نجد، واخد بالك، تاريخ نجد وكتاب مطبوع، تاريخ نجد ده كتاب مطبوع، واللي كتبوا الوهابية بإيديهم ليؤرخوا ماذا فعلوا عشان ينشروا مذهبهم في جزيرة العرب. هتعرف ان هم استحلوا المدينة واستحلوا مكة وقتلوا مفتي مكة وأسروا نساء المدينة وخدوهم أرقاء عندهم وهم أحرار، نساء مؤمنات صالحات، واغتصبوا نساء المؤمنين في المدينة وقتلوا ومنعوا الصلاة في المسجد النبوي الشريف مدة، وعملوا ايه. هات كتاب تاريخ نجد تعرف انهم ايضا عليهم لعنة الله، واخد بالك، لانهم لما عملوا كده استباحوا مكة واستباحوا المدينة واستباحوا كل بلاد المسلمين على انهم كفار، وكتبوا ان كل غزواتهم دي كانت غزوات لادخال الاسلام في بلاد الاسلام. يعني هم اصلا هم الذين ايه اصل الدواعش، بس ايه الناس نسيت، لان الامور دي حصلت امتى؟ سنة 1700 مش عارف و30 و50 كنا لسه اجدادنا ما تولدوش، لكن التاريخ موجود
ومعروف، واقرا وانت تعرف من هم الدواعش ومن هم اصل الدواعش في هذا العصر الحديث. يبقى كل من يحدث حدثا في المدينة فيستحل حرمتها او يبتدع بدعة وينشرها عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فده يعني نحذر كل انسان يريد ان هو يحارب الاسلام والمسلمين في اي مكان وفي المدينة خصوصا. وعن ابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فامر ببناء المسجد، فقال يا بني النجار ثامنوني، يعني بيعوني بالثمن. البقعة اللي بنى فيها النبي مسجده الشريف في المدينة كانت ملك ايتام من بني النجار، فالنبي اختارها عشان يعملها مسجد. فقال ثامنوني يعني بيعوني بالثمن. فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله. ولكن النبي صمم، هم عايزين ايه يتبرعوا بها، الا ان النبي صمم وامر ابي بكر فاعطاهم 10 دنانير قيمة الارض، ثم بعد ذلك بنى فيها مسجده صلى الله عليه وسلم. فامر بقبور المشركين فنبشت، لانها كان فيها بعض قبور المشركين، وقبر المشرك لا حرمة له فيجوز نبشه بخلاف قبر المسلم له حرمة. فامر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، الخرب الحفر يعني، فسوى الحفر ونبش ايه قبور المشركين، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، عملوا صف نخل كده علشان يبينوا قبلة المسجد. وعن ابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. لابة المدينة، اللابة دي عبارة عن صخور يعني بركانية سوداء تجدها على محيطة بالمدينة. يبقى لابتي مثنى لابة، واللابة هي ايه مجموع الصخور السوداء التي تحيط بالمدينة وتجدها موجودة. اللي بيروح المدينة ويمشي بالسيارات بتاعته يبص في حواف المدينة يلاقي الصخور دي. ما بين لابتي المدينة على لساني، حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني النبي هو الذي حرمها، والله جعل النبي متصرفا في التشريع، يحرم ما شاء ويحل ما شاء، لأن النبي موفق، النبي موفق يختار اختيار ربه. إذا كان الوالي لما بيبقى موفق ربنا بيقول كنت سمعه كنت بصره، فما بالك بقى النبي؟ إذا كان الوالي بيبقى موفق يبقى النبي فين؟ فهمت بقى؟ هو أوفق الخلق لا شك في ذلك. قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسان، ده جعل الحرم حدود الحرم المدينة وجعل حواليه 12 ميل حمى دايرين داير حمى للمدينة، 12 ميل بريد يسموه بريد، جعل بريد حول المدينة، دائرة حول المدينة 12 ميل حماية لها، حمى لها، يعني كل حرم حوله حمى صلى الله عليه وسلم. قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه، لأنه كانوا على حدود المدينة خالص، فالرسول صلى الله عليه وسلم على حدود خالص، قال لهم أنتم خرجتم من الحرم ولا إيه؟ وبعدين لما بص كده لقى في حدود الحرم فقال بل أنتم فيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان يقول أشياء كثيرة كأنها غيبية، فافتكروا أن النبي اداله علم خاص به، لكن هي كلها أخبار النبي أخبرها في الأحاديث. يعني مثلا بتاع الخوارج ده اللي هو التيمي اللي هو كان عنده ايده ليه يد كده في دراعه
فيها خدوج، زي ما تكون الحاله يعني حلمت كثدي امراه، واخد بالك، اللي هو ابو اليمان التيمي، اسمه ايه يا سيدي؟ احنا عندنا، احنا قلت لكم عليه اسمه قبل كده، كان سيدنا علي عارف ان هو في وسط الخوارج، وشوف حرب الخوارج دي بعد وفاة النبي بقد ايه، وبحث عنه وجده في القتلى، كانها امور غيبية. فابتدوا يتعجبوا من سيدنا علي، لانه يخبر اشياء ايه يعني ايه كأنها من الغيوب، وبعدين تحدث كما اخبر. فقالوا إله، ده انت عندك علم بقى خاص، ده النبي خصك باشياء. قال لهم لا، ما خصناش باشياء ولا حاجة، الا صحيفة كان كاتبها لما راح اليمن قاضي، كتب فيها الديات والقصاص، فأملاها النبي، يعني كل حاجة ديتها كذا وقصاص كذا والحاجات دي، هي دي الورقة دي اللي كان حاططها في جراب سيفي بس. عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر اللي هو عير إلى كذا اللي هو ثور، عائر اللي هو عير، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، حدث حدثا يعني أي عمل شيء فيها مخالف، أو آوى محدثا يعني إيه، يعني حمى مجرما، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قالوا الصرف والعدل اختلفوا في معانيها، والراجح فيها والله أعلم أن الصرف هو الفرض والعدل هو النافلة، يعني لا يقبل منه عمل يعني سواء فرض أو نافلة. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وعلشان كده أنا رأيي إن الإنسان لما ياخد جنسية وينتمي لغير المسلمين في هذا الزمان حرام، ده رأيي الخاص وأنا مسؤول عنه أمام الله. اللي يطلب جنسية زي كندية أمريكية مش عارف إيه وينتمي إليها وهو أصلا مسلم ينتمي لبلاد إسلامية، يبقى تولى إلى غير مواليه فيدخل في الحديث. علشان كده الرسول بيقول ايه، ومن تولى قوما بغير اذن مواليه، وقوما هنا يبقوا غير مسلمين معادين ايه للاسلام والمسلمين، يروح لبلد معادية للاسلام والمسلمين ويطلب الجنسية ويعيش هناك ويبقى مواطن. عارف انت طلب الجنسية ده ممكن يخليك يضرب عليك الجندية وتحارب هناك في الحرب، يعني لو انت جنسيتك امريكية والامريكان والحكومة الامريكية طلبت منك انك انت تنضم للجيش بتاعها وتحارب المسلمين، لا تستطيع ان ترفض، لا تستطيع ان ترفض، لان خلاص انت التزمت بالقانون الامريكي، فيبقى انت توليت لقوم غير مواليك. فانا رأيي ان ده حرام من الكبائر وليس حرام من الصغائر، حرام من الكبائر، كل ده من أجل الوعاء من لوعات الدنيا، علشان بقى وظيفة حلوة وعلشان إقامة كويسة، اسمها دي لوعاء من لوعات الدنيا. لا، اقعد مع المسلمين وتجوع معهم وتشبع معهم، ممكن تروح هناك تتعلم علم تيجي تفيد المسلمين، إنما تروح هناك تعيش وتتجنس بجنسيتهم، هتلاقي أولادك وأولاد أولادك يخرجوا عن الإسلام ويموتوا كفار، وده اللي بيحصل، شؤم هذا بيحصل في أولادهم وفي أحفادهم، وشفنا هذا. أنا ليا واحد صديقي بنته أمريكية بتروح الكنيسة وليها بوي فريند،
ولا يستطيع انه يمنعها، وبيشتكي لي بيقول لي يا ريتني ما كنت قعدت في امريكا بقالي 30 سنه. فرح بايه؟ فرح بوظيفه كبيره ومرتب كبير وعنده عياده فخمه وعنده كل دي دنيا، لكنه بائس مسكين. فهمت؟ شفنا ناس كتير بهذه النعم. انا ابن خالتي اتجوز واحده ايرلنديه وقاعد في فرنسا بقاله 40 سنه، وليه ابن اسمه شريف. هذا الشريف ده، الابن اللي اسمه شريف ده، خدته هربت بيه وهو طفل صغير، خدته ايرلندا وبيروح الكنيسه، والوقت عنده 36 سنه. شريف ده مسيحي عنده 36 سنه. ادي شؤم يا سيدي انك انت تعيش في البلاد اللي هناك وتتولى لغير مواليك. شفناها في اقاربنا وفي اصدقائنا وفي قرايبنا، وشفناها في حوالينا كتير. علشان كده الحديث ده مهم ناخد بالنا منه. شؤم مليان شؤم، ان لم تشعر به انت في حياتك هتشعر في ذريتك وفي احفادك من بعدك. فاياك اياك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ومن تولى الى غير مواليه بغير اذن مواليه فعليه إيه؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. هو ده موالينا. موالينا مين؟ الله ورسوله والذين امنوا. اروح انا اتولى ناس كفار دجاجله مجرمين عايشين في الحانات ويلعبوا قمار ويشربوا خمور وولدوا في الحانات لا يعرفوا لهم اباء؟ ما هو يدي الامريكان كده، اتولدوا في الحانات ولا يعرفوا لهم انساب. ازاي انا اعيش مع هؤلاء الناس؟ فاهم؟ فناخد بالنا من مثل هذه الاحاديث الخطيره والناس غفلت عنها، وكثير من العلماء لا يتكلموا فيها وساكتين. ما ينفعش، لازم نحذر الناس. لا بأس تعيش معاهم، تتعلم علم، تجيب تجاره، تنفع المسلمين، انما تعيش معاهم طول عمرك؟ ما ينفعش، الاسلام لا يبيح لك ذلك. ايوه. يعني لو كان بقى ايه، لو كانت من باب الايه الحنكه العسكريه، يعني احنا باعتينه علشان يعيش هناك يجيب لنا اخبارهم علشان نحذرهم، يبقى هو بيؤدي وظيفه. وفي الحاله دي لا يتزوج هناك، ولو تزوج لا ينجب، الشرع يقول له كده. حتى لو تزوج لضروره الزواج يعمل منع حمل، يجب في حقه منع الحمل لمخافة ان تأتي ذرية تتحول الى الكفر. وعلشان كده نص الفقهاء القدامى على انه لا يجوز الانجاب في بلاد غير المسلمين، يحرم الانجاب في بلاد غير المسلمين مخافة على الذرية ان تفتن. كل الاحكام دي ضاعت للأسف، محدش واخد باله فيه. لكن لو المسلمين بعتين طائفة معينة تتعلم علم، ادي باذن مواليه يتعلموا ويرجعوا، جالية تتعلم، جالية تتاجر، جالية تجيب صناعة معينة، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه بإذن مولي، يعني لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. تنفي الناس يعني تنفي إيه؟ الناس الذين إيه؟ لا يصلح للإقامة في المدينة، يعني تنفي الأشرار، يعني الناس هنا المقصود بهم الأشرار، تبعدهم. يعني المدينة لا يروق الإقامة فيها إلا للأولياء والصالحين، إنما لو غير صالح تجده لا يستريح في الإقامة فيها، هو لوحده يمشي، هو لوحده كده يمشي. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يعني تغلبها وتظهر عليها. لا شك أن المدينة غلبت كل القرى وأدخلت مكة في الإسلام وأدخلت جزيرة العرب في الإسلام وأكلت كل القرى. أمرت بقرية إيه؟ تأكل القرى، يعني تغلبها وتظهر عليها. يقولون يثرب وهي المدينة. النبي ما كانش يحب يسميها يثرب لأن يجب فيها التسريب واللوم، فاسم قبيح. فالنبي بيقولوا عليها يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني بتنفي الناس الأشرار كما ينفي الكير، يعني الفرن والإيه خبث الحديد، يعني إيه الشوائب التي تكون في الحديد
توضع في الكير اللي هو الفرن الذي يسهرها، فيجعل ايه الخبث يبقى ايه ينتفي عنها. كذلك المدينة تنفي خبث الناس فلا يبقى فيها الا الصالحون. لكن في القرآن ايه؟ يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، مش جت كده في القرآن وسماها يثرب؟ بس ده على لسان المنافقين، جت على لسان المنافقين، يبقى اللي يسمى يثرب بكلام المنافقين، واخد بالك؟ يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فجاءت على لسان المنافقين. فمحدش يقول ما هو القرآن جاب قال يثرب، أي قال على لسان مين؟ على لسان المنافقين يا سيدي. باب المدينة طابة، من ضمن أسمائها طابة وطيبة. وعن أبي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. وعن أبي قال باب لابتي المدينة، لابتي جمع لابة كما قلت لك، وهي الحجارة السوداء المحيطة بالمدينة. نعم لكده المرفوع فين بس؟ باب المدينة طابة. باب المدينة طابة يعني مبتدأ وخبر، وتنون باب، ما تقولش باب المدينة طابة، ما ينفع. لو ما نونتش الباب المدينة طابة، فهم؟ بالإضافة بقى. لكن لما تلاقي هنا باب المدينة طابة يبقى مبتدأ وخبر، لأن التنوين قطع، فهمت؟ قطع الإضافة. باب لابتي المدينة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يعني أفزعتها، لأنها إيه؟ لأنها حرم. والنبي كما نهى أن ينفر صيد مكة يبقى برضو ايه الظباء في المدينة لا تنفر. كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها افزعتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. باب من رغب عن المدينة. رغب عن الشيء يعني ايه؟ يعني تركه، ورغب في الشيء يعني اراده، يبقى رغب عن غير رغب فيه. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان يعني يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا يعني موحشة لا يوجد فيها أحد، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، يعني في آخر الزمان لما يقبض المؤمنون كلهم وتأتي ريح خفيفة تقبض كل مؤمن، هتبقى المدينة إيه؟ موحشة لا يوجد فيها أحد، مش مسكونة، فهمت؟ فالنبي بيصف هنا حال المدينة في آخر الزمان بعد موت جميع المؤمنين. يتركون المدينة يعني ايه؟ المؤمنون اذا قبضوا في اخر الزمان يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني ايه؟ ممتلئة عمارة لكن غير مسكونة. لا يغشاها الا العوافي، جمع عافية، كل طالب رزق يسموه ايه؟ العوافي، كل طالب رزق من انسان او بهيمة او طائر او حيوان يسموه العوافي. لا يغشاها يعني لا يدخلها الا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، واخر من يحشر، يبقى كأن النبي بيتكلم على آخر الزمان، آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. وعن أبي قال حدثنا بعض المفسرين قال لك إن ده حصل أيام إيه؟ ما اجتاحوا المدينة في عصر الأمويين ومنعوا الناس، لكن هذا خطأ لأن النبي بيتكلم على آخر الزمان. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني لما هتفتح اليمن هيجي ناس من أهل المدينة ينزحوا من المدينة يروحوا على اليمن يعيشوا فيها. تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، يعني ايه يبسون؟ يبسون يعني يسوقون النوق ويقولوا لهم بس 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 عشان تمشي، يعني ايه كأنهم مسافرين يعني. يبقى يبسون يعني يسوقون النوق في اتجاه اليمن، عايزين ايه يتركوا المدينة. فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان، باب الإيمان يأرز إلى المدينة. يأرز يعني ينضم ويجتمع، يأرز يعني ينضم ويجتمع. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. وعن أبي قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. انماع يعني إيه؟ يعني هلك. كما ينماع الملح في الماء يعني كما يزول الملح في الماء. باب آطام المدينة. آطام جمع أطم وهي حصون المدينة. وعن أبي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. أشرف يعني نظر من بعيد، يبقى أشرف يعني إيه؟ نظر من بعيد. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. كأن النبي شايف الفتن اللي هتحصل في المدينة في الأزمنة المستقبلة، شايفها كده بتقع في المدينة ومواقعها والأماكن اللي هتقع فيه، اللي حصل أيام بني أمية واللي حصل بني العباس واللي حصل بعد كده واللي هيحصل وأيام الوهابية واللي هيحصل إلى يوم القيامة. شافوا النبي مواقع الفتن بتقع في الأماكن المختلفة. هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. باب لا يدخل الدجال المدينة. احنا عارفين ان المسيح الدجال هيدخل كل بقاع الارض ما عدا مكة والمدينة، ما يستطيعش دخول. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب. يعني يوم أن يخرج الدجال هيبقى المدينة ليها سبع مداخل، سبعة أبواب يعني سبعة مداخل. على كل باب ملكان. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون، وأي يعني أي مرض وباء يسمى الطاعون، ولا الدجال. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها
نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. يحصل فيها زي زلزال، 3 زلازل يخلي ايه المنافقين اللي في المدينة، المؤمن يحصل زلزال في المدينة يقول لك الحمد لله نموت فيها، يلبد بقى. لكن الكافر او المنافق والمهزوز يعمل ايه؟ ياخد بتاعه ويجري لحسن حتى تهد، فهمت؟ فيقوم يخرج المنافقين. لكن انت ما يحصل زلزال في المدينة وانت في المدينة تقول بركة يا جامع خلينا قاعدين، صح ولا لا؟ المؤمن كده. احنا بندعي نقول يا رب اجعل مأوانا ايه بالمدينة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، يعني أرض سبخة كده على مشارف المدينة بعيد يقف، حتى لدرجة في روايات تانية يقول ايه هذا هو القصر الابيض قصر النبي، يقول على ايه على المسجد النبوي، المسجد النبوي ابيض دلوقتي من بعيد، يعني هيقف كده يبقى شايفه من بعيد. في روايات تانية غير البخاري يعني بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس او من خير الناس، هيخرج له رجل من الاولياء الكبار من المدينة عشان يقابله عشان يثبت له انهم يعرفون انه الدجال. الراجل ده اللي هيخرج قالوا هو الخضر، لان سيدنا الخضر على الراجح ما زال حيا، هو اللي هيخرج يواجهه. فيخرج الى يومئذ رجل هو خير الناس او من خير الناس، فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال ارايت ان قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، يعني يعمل في حاجة كده إيه زي ما تقول خدعة بصرية إنه بينه إنه قتله، وبعدين يدعوه فيقف يقول له أنا بحيي الموتى وأنا ربكم، مش أنتوا ربكم بيحيي الموتى، أنا هو بحيي الموتى، عشان إيه يزيدهم فتنة يعني. فيقولون ثم فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر، في أمر أنه بيدعي الألوهية يعني. فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله الرجل ده بقى بعد ما يصحى تاني يقول له إيه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أصلت عليه، يعني يحاول بقى يقتله تاني مرة تاني ما يصلتش عليه، ربنا ينجي هذا الرجل، يبقى دي علامة بس طالع علشان يبينه. باب المدينة تنفي الخبث يعني الشر الشرور والنفاق. وعنه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما مريض يعني، فقال أقلني بيعتي يعني عشان إيه يرجع تاني بلده، أقلني، فأبى 3 مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، ينصع يعني يكون خالصا وينصع طيبها. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم. لما خرج في غزوة أحد يعني رجع ناس من أصحابه إيه ما تبعوهوش اللي ما تبعوا مين عبد الله بن أبي، فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي
قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس، ضعفي ما في مكة من البركة. قالوا ايه؟ بركة الدنيا والآخرة. فبركة الدنيا كالمكيال والطعام والشراب، فتجد في المدينة يا أخي الايه يعني طعامك وشرابك يكفيك ما لا يكفيك في أي مكان آخر. وأنا أعرف ناس بيشتغلوا في المدينة مرتباتهم أقل، وكانوا بيشتغلوا في أماكن في غير المدينة مرتباتهم أعلى. يقول إحنا بنحوش وإحنا في المدينة، وما كناش بنحوش إحنا إيه؟ مجربينها يعني. يعني تلاقي في بركة في الحياة في المدينة. ومش كده وبس، وكمان ثواب في العمل الصالح. ليه؟ لأنه مصحوب بشفاعة النبي. مصحوف لأن جوار النبي له شفاعة. وعشان كده لما يقول لك ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، فلو قلنا البركة تشمل كمان ثواب العمل، يبقى ايه؟ مكة الصلاة فيها بمئة ألف، يبقى ضعفيها مئتين ألف، وهي كانت بألف أصلا، يبقى الصلاة في المدينة بمئتين مليون في مسجد النبي على هذا المعنى، بمئتين مليون. شفت قد ايه؟ وعشان كده الإمام مالك عنده المدينة أفضل من مكة، والإمام الشافعي قال مكة أفضل من المدينة لأنها محل الشعائر، وابن أبي جمرة في بهجة النفوس قال مستويان في الفضل، مكة والمدينة مستويان في الفضل. كل ده في غير البقعة التي فيها القبر الشريف. البقعة اللي فيها القبر الشريف أفضل بقعة خلقها الله في الأكوان، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة، يعني إيه؟ أبنية المدينة وبيوت المدينة. أوضع راحلته يعني أسرع، أوضع راحلته يعني إيه؟ يعني أسرع. وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. تعرى المدينة يعني ايه؟ يعني تهجر، تهجر وتترك فلا تسكن، ادي معناها تعرى المدينة. وعن ابي قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال اراد بنو سلمة ان يتحولوا الى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينة، يعني تهجر من ايه؟ حوالين المدينة ما يحيط بها، تهجر من السكنة، لان ده يجرئ الاعداء ان يجتاحوها. انما ما تبقى مسكونه في الحواف الاعداء يخافوا يدخلوا في وسط ايه؟ السكان. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينه، وقال يا بني سلمة الا تحتسبون اثاركم، يعني خطواتكم الى المسجد، فاقاموا باب. وعن ابي قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. في روايات تانية غير البخاري ما بين قبري ومنبري، ولا خلاف لأن قبره في بيته، يبقى لا خلاف في الروايات. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، يعني حوض النبي يوم القيامة إيه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى منبر النبي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، موضع المنبر الحالي على حوض النبي يوم القيامه في ارض المحشر. ايوه في حاجه؟ وعن ابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال. وعك يعني ايه؟ اصابته الحمى، يسموها حمى المدينه، حمى يثرب. فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يعني صوته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل نبتت طيبة الرائحة في مكة، يعني بيتمنى يرجع مكة تاني. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يبقى الإذخر والجليل نباتات طيبة الرائحة في مكة. وهل أردن يوما وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبال على حدود مكة، كويس؟
ومياه مجنة برضو ايه مياه حوالين مكة، يعني كأنه بيتمنى يرجع مكة تاني. قال اللهم إلعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، الجحفة اللي هي إيه أبيار علي. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض أرض الله، قالت فكان بطحان يجري نجلا يعني ماء مستنقعا، نجلا يعني ماء مستنقعا ظاهرا تعني ماء آجنا، آجن يعني ماء عكرا متغير اللون والرائحة، الآجن هو الماء العكر. وعنه به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها عنهما قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه. وبذلك نكون انتهينا من أبواب الحج وما تبعها من فضل المدينة، ونقف على كتاب الصوم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وإمداد كلماتك وكما تحب وترضى، عزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.